أكل قليل وعمل كثير، تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر، وتتمنى لو كانت السنة كلها رمضان. لماذا؟ لأنك تسخر هذا البدن فيما خلق له، تسعد والله. في الحج بلغنا الله إياكم، في الحج منى، عرفة، مزدلفة، رمي، نحر، طواف، كذا، ما تشعر بتعب. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. متى جاء التعب؟ بعد أن جاوز المكان الذي أمر بالسير إليه، أما قبل هذا لم يأتي التعب. إذا راحة البدن في ماذا؟ أن تسخر هذا البدن فيما خلق له، في العبادة. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا بالعبادة سعدت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسمع هذه الآية ونعرف أنه معنى العبادة التوحيد، لكن الإشكال في العمل بهذه الآية. إذن خلقت حتى تأكل وتشرب وتلعب وتنام؟ لا، خلقت لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا بالعبادة والله سعدت. وغير هذا إن الباطل كان زهوقا. فقال: ومعنى يعبدون يوحدون. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال كل عبادة في القرآن فمعناها التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا أي وحدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. واعبدوا الله وحدوا الله. إذن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد. نعم. وأعظم ما أمر الله به، أعظم الأوامر، التوحيد. ولذلك هو أول علم. نعم. ما هو التوحيد؟ تقدم معنا. وأعظم ما نهى عنه الشرك، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، وحدوا الله، ولا تشركوا به شيئا. نكره هنا تعم كل شيء، نبي أو ولي أو جن أو صالح أو ملك. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك من ربك فقل، فإذا قيل لك من أصولك فلا. نعم. هذا هو القسم الرابع على ما قسم فتح الله عليه. إذن أخذنا في هذا الدرس القسم الثاني والقسم الثالث. ماذا أخذنا؟ نعم أخذنا. أخذنا المسائل الثلاث. لو قال لك قائل: أريد أن تلخص لي هذه المسائل الثلاث، هل هي الأصول الثلاثة؟ لا. لماذا يقول مسائل ثلاثة، أصول ثلاثة، مسائل أربع، قواعد أربع؟ هذا من حسن التعليم، وسار في هذا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المسائل الثلاثة باختصار: المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، أن الحجة قامت على الخلق برسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. مسألة الثانية توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. نعم. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله، فتح الله عليه. لو قال لك قائل: كيف أبرأ من الشرك وأهله؟ نعم. نعم يا أخي. بأمور ثلاثة. بالقلب، بغض الكفار وعدم احتفالاتهم بالطقوس. الثاني: إنني براء مما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. خليه اتركوا هذا الآن يا أخي، اتركوا هذا الآن بعد الدرس.
نعم. الجوارح تكون بأمور، منها قلنا كيف لباس الكفار، المشاركة في الأعياد، صحيح، النظر إلى الأفلام، مصارع الحرة، كرة القدم. بعض الطلاب قال لي، قال كل شيء إلا الكرة. سبحان الله، كيف يعني تعجب وتفتخر به، بل يضع الصورة على صدره، ما تصدقه. وكان يعني رجل يتفرج يوم على الكرة وسجل هذا، غير المسلم طبعا، هدف، فقال هذا من شدة الفرح قال ينصر دينك. قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، كيف يعجب بالكافرة والله سبحانه وتعالى يقول ولا اللي يريد يرفع اسمه، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قلنا إمام أهل السنة يقول أغمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله، وهذا أمر، وأمر الدعوة، وهذا أمر ولا نخلف بالنسبة للمحبة الطبيعية وبالنسبة للبغض في الله وغيره، صحيح؟ طيب، أغير هذا، الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد، نعم، وغيره. ذكرتم أحسن الله إليكم تعرف التوحيد اللغوي وكذلك التوحيد، نعم، الله يفتح عليك. التوحيد لغة هو من وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحد. وقلنا يعني هناك من يناقش في هذا التعريف، قل يا أخي تعبدنا الله بالشرع، اترك الخلاف في هذا الباب في اللغة، ونريد أن نعرف التوحيد شرع. يعرف التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية، قلنا مجرد تقول توحيد تقول إفراد، نعم، هو إفراد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، بالعبادة وبأفعال العباد، وسمى توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما وصف بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه، غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. هذه التعريف موجودة عندكم في المذكرة، شوفوا بطل تعريف كما هي، ما تغير حرف، حتى يفتح الله عليك تصبح عالم، عرف ما شئت، أنت الآن تسير على هذا الطريق، والله أعلم إذا أصبحت عالم ما تغير شيء، نعم، تسير على طريقة أهل السنة، مفهوم؟ طيب، نكتفي. أذان الساعة الخامسة، الأذان الساعة الخامسة والنصف. طيب، نتوقف لعشر دقائق أو ربع ساعة، تراجعوا ما هو مكتوب في المذكرة عندكم، ثم نرجع إلى الدرس. نريد أهم ما يكون نستطيع بإذن الله
أن نختم اليوم كل الأصول الثلاثة حتى الكتاب التوحيد حتى الواسطية بإذن الله إلى أرض، لكن ما هناك فائدة، أنا فقط الذي أراجع أحفظ. نريد منكم أن تحفظ أهم شيء، تعرف التوحيد. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. معكم 10 دقائق تراجعوا فيها تتذاكروا فيها، ثم بعد هذا نسأل ونبدأ في الدرس الجديد، والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، أخذنا القسم الثاني على ما قسمنا وفهرسنا، وهذا القسم الثاني هو المسائل الثلاث. قلنا الأصل أن تفرق بين المسائل الثلاث والأصول الثلاث. الأصول الثلاث 10 القبر، والمسائل الثلاث باختصار المسائل الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، وأن الحجة قامت على الخلق بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الألوهية أو توحيد العبودية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. كيف نبرأ من الشرك وأهله؟ نعم أنت بالقلب واللسان والجوارح. هل يعارض هذا الدعوة إلى الله؟ لا. قلنا الإعجاب بالكافر شيء والدعوة إلى الله شيء. قد يجتمع في الكافر حب طبيعي وبغض في الله، فالمؤمن يحب حب كامل في الله ولله، والكافر لابد أن يبغض في الله، وقد يجتمع فيه مع هذا البغض في الله محبة طبيعية. نعم، بالقلب واللسان يصرح باللسان والجوارح. نعم، فتح الله عليك. غير ماذا أخذنا غير هذا؟ نعم، أخذنا كذلك أن الحنيفية الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مقبلا لله مدبرا على الشرك. هذا الحنيف دائما يرجع إلى التوحيد. فتح الله عليه. نعم نعم، الله وحده